بسم الله الرحمن الرحيم. عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية: وذكر لله. والحديث دليل على فضل أيام التشريق، وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهي من الأيام الفاضلة والمواسم العظيمة، وهي الأيام المعدودات المذكورة في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ولا خلاف في ذلك كما نقله غير واحد. وقد دل هذا الحديث على أمرين: الأول أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وإظهار للفرح والسرور والتوسعة على الأهل والأولاد بما يحصل لهم من ترويح البدن وبسط النفس مما ليس بمحظور ولا شاغل عن طاعة الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة، يوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. ولا مانع من التوسع في الأكل والشرب، ولا سيما اللحم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها أيام أكل وشرب، ما لم يحصل ذلك إلى حد الإسراف والتبذير أو التهاون بنعم الله تعالى. الأمر الثاني أن هذه الأيام أيام ذكر لله تعالى، وذلك بالتكبير عقب الصلوات وفي كل الأوقات والأحوال الصالحة لذكر الله تعالى. ومن ذلك ذكر الله تعالى على الأكل والشرب بتسمية الله في أوله وتحميده في آخره، وإن كان هذا عاما في كل وقت لكنه متأكد فيها. فعلى المسلم أن يحذر الغفلة عن ذكر الله تعالى، فيكون قد أخذ أول الحديث وترك آخره، وعليه أن يعمر هذه الأوقات الفاضلة بالطاعة وفعل الخير، ولا يضيعها باللهو واللعب كما عليه كثير من الناس في زماننا هذا من السهر وتفويت الصلاة المفروضة عن وقتها وقتل الوقت والاستعانة بنعم الله على معاصيه والعكوف على آلات اللهو والطرب. ولا يجوز صيام أيام التشريق مطلقا، لا للحاج ولا لغيره، فلا يصوم يوم الاثنين ولا الخميس إذا كان منها، ولا الثالث عشر إذا كان يصوم الأيام البيض. ويستثنى من ذلك المتمتع الذي لم يجد الهدي، لما ورد عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. أما لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟ فالتشريق في اللغة العربية تعني تقديد اللحم، حيث إن اللحم يقطع لأجزاء صغيرة ويوضع في الشمس لتجفيفه، وفي هذه الحالة يصبح اسم اللحم القديد. وتقديد اللحم عند العرب يعرف بالتشريق، ولهذا السبب قد تكون سميت هذه الأيام بالتشريق، حيث تشرق لحوم الأضاحي فيها، وبعض الحجاج يأتون بلحوم الهدي ويقطعونها ويقومون بنشر القطع الصغيرة لتجفيفها وأخذها معهم عند عودتهم من الحج. وهناك قول آخر بخصوص سبب التسمية، وهو أن الهدي لا يتم نحره حتى تشرق الشمس. إذن اختلف في سبب تسمية أيام التشريق بهذا الاسم على قولين: أحدهما أنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزونها للشمس، فسموها أيام التشريق لذلك. والقول الثاني أنها سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس، فسميت الأيام كلها بأيام التشريق تبعا لليوم الأول يوم العيد، وهذا من باب تسمية الشيء باسم بعضه، وهو مشهور ومعروف لغة. يقول ابن منظور في لسان العرب: التشريق مصدر شرق اللحم، أي قدده، ومنه أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، لأن لحوم الأضاحي تشرق، أي تشرر في الشمس. وقيل سميت بهذا الاسم لأن العرب كانوا قديما يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، وثبير أحد جبال منن، وكيما نغير أي لكي ندفع للنحر، كما جاء في كتاب ابن الأثير
النهاية في غريب الحديث والأثر. وقال ابن الأعرابي سميت بذلك لأن الهدي لا يذبح حتى تشرق الشمس. أما في تفصيل أيام التشريق الثلاثة فهو كما يلي: اليوم الأول وهو يعرف بيوم القر من القرار، وسمي بذلك لأن الحاج يقر ويمكث فيه بمنى. اليوم الثاني ويعرف بيوم النفر الأول، وذلك لأنه يجوز للحاج إذا أراد أن يتعجل وينفر من منى في اليوم الثاني، ولكن بشرط، وهو الحرص على الخروج من منى قبل غروب الشمس، فلو غربت عليه الشمس وهو في منى فلا يمكنه أن ينفر منها. اليوم الثالث يوم النفر الثاني، بمعنى من تعجل في يومين فلا يكون عليه إثم، ومن تأخر أيضا لا يكون عليه أي إثم. ومن المعروف أن الحجاج يبيتون هذه الأيام في منى ويصلون فيها ثلاثا من صلواتهم الخمس قصرا، حيث يصلى الظهر ركعتين والعصر أيضا والعشاء ركعتين، بما يصلون المغرب ثلاثا والصبح كما هي ركعتان. وكان الصحابي عثمان بن عفان رضي الله عنه إبان خلافته قد أتم صلواته حينما حج، وقد خالفه جمع من الصحابة والتابعين وقالوا إنه كان اجتهادا منه رضي الله عنهم أجمعين. أما الأدعية المستحبة في أيام التشريق فهي أن تقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي مغفرة تصلح بها شأني في الدارين، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين، وتب علي توبة نصوحا لا أنكثها أبدا، وألزمني الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا. اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر كله، واجمع لي الخير كله. اللهم لك الحمد كله، ولك الكمال كله، ولك الجلال كله، ولك التقديس كله. اللهم اغفر لي جميع ما أسلفته، وعصمني فيما بقي، وارزقني عملا صالحا ترضى به عني يا ذا الفضل العظيم. اللهم إني أستشفع إليك بخواص عبادك، وأتوسل بك إليك، أسألك أن ترزقني جوامع الخير كله، وأن تمن علي بما مننت به على أوليائك، وأن تصلح حالي في الآخرة والدنيا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وتوفنا وأنت راض عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحباب محمد، فضلا لا تنسوا دعمنا بنشر الفيديو وترك إعجاب وتعليق، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على جرس التنبيهات، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم.